كلام إسرائيل. إذن كل حدود سوريا تم تفريغها من الدولة السورية واتملت بقوات أجنبية، لم يتبقى إلا القلب دمشق، يعني جزء ليس بالقليل من حلب، لكن في الآخر انت رايح لفين؟ هل الدولة السورية ستصمت كل أمامه ولا لأ؟ روسيا هتفضل واقفة لحد قد إيه؟ وهي أصلا هي عايزة إيه من سوريا؟ هي لحد دلوقتي محافظة على مصالحها، قد يكون مش مهم ليها الباقي، لكن في الآخر لو حصل أي انتكاسة جديدة في سوريا لأ هتبقى ضربة في كل هؤلاء وفي مقدمتها روسيا.